وفي لقاءات خاصة مع التلفزيون المصري أعلن عدد من نواب مجلس الشيوخ أن دورة الانعقاد العادية الخامس من الفصل التشريعي الأول ستتناول حزمة من التشريعات والإجراءات القانونية التي تضع مصلحة واحتياجات المواطن المصري على رأس الأولويات. كل الملفات اللي هيتم تناولها جزء منها هيكون خاص بالداخل في مصر، قضايا مختلفة خاصة بالأمن القومي، خاصة ببناء الإنسان، خاصة بتطور الاقتصاد وأيضا بالاستقرار السياسي. وعلى المستوى الخارجي ما فيش شك إن احنا هنركز على الملفات الخاصة بالاستقرار في المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أيضا القضايا عدم الاستقرار في المنطقة وبؤر التوتر اللي موجودة سواء كان على صعيد البحر الأحمر تأثيراته على قناة السويس، ما فيش شك الأمن في البحر المتوسط. السيد رئيس المجلس موقر اختصر كلمته برسالة وبرقية دعم اللي في خمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة اتخاذات قراراته وتأييد كامل من السادة أعضاء المجلس الموقر لقرارات فخامته. أيضا نلتمس في فخامته الحكمة الرشيدة في القرارات وتحمل المسؤولية في ظل مرحلة عصيبة يمر بها العالم ويشهدها العالم، وأيضا لما نلمسه من بشكل خاص من الدول المحيطة على حدود الدولة المصرية. هناك صراعات تدور سواء بنتكلم على الملف في غزة، الملف في لبنان، التوتر القائم وبدايات الحرب ما بين إيران وإسرائيل، وهذه الملفات تمس بصورة مباشرة وغير مباشرة الاقتصاد المصري. الملف الاقتصادي مهم جدا والدولة مهتمية به جدا ومهتمية بالصناعة وان احنا نقوم بالصناعة بالذات الصغيرة والمتوسطة، صناعة المساعدة، علشان نقدر نشغل اكبر عدد عمالة ويبقى عندنا مهارات فنية. في التعليم الفني كمان احنا مهتمين جدا بتقويم التعليم الفني لإقامة دولة صناعية لانها قاطرة التقدم في اي دولة.